عملت جايكا على بناء الثقة مع الشعب الأردني وتنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة للناس ومع الناس من خلال التعاون في مجالات التعليم والصحة والأشخاص ذوي الإعاقة وإقامة البرامج التدريبية وبرنامج متطوعي جايكا. يعتمد بناء مستقبل أفضل للأردن على بناء مستقبل أفضل للأطفال، لذا عملت جايكا مع شعب الأردن على تنفيذ هذه المشاريع والأنشطة. We believe that every child deserves a safe and supportive learning environment where they can focus on their studies and acquire necessary skills and competences. جايكا has supported for promoting positive learning environment where each child is respected as an individual and improving their social and emotional learning process. Tokatsu is a regular component of official Japanese educational curriculum and practice-based activity to support students' social and emotional growth. We noticed that many students became to be excited to come to the schools and also able to enhance their social skills such as communication skills and leadership and thinking solutions against problems and taking action with responsibilities. قررنا بالبرنامج قرابة 6 سنوات للمدرسة الأميرة عالية. أثر نجم اليوم زاد ثقة الطالبات بنفسها حتى لو لم تكن متفوقة دراسيا، لكن زادت ثقتها بنفسها. النقاشات الصفية، احترام الرأي الآخر حتى لو كان معارض لرأيي أو مخالف لرأي تبعي. المنزل المدرسي، المودة زادت بين الطالبات والعطف بيناتهم. هذا المشروع كان بتنفيذ KNK ودعم من جايكا، بتساعدنا وبتنمي القدرات عند الطلاب تبعهم. 50 عاماً قد مرت وما زالت جايكا ملتزمة بتقوية روابطها والتعبير عن امتنانها لشعب الأردن، ومستمرة في إيجاد سبل جديدة للتعاون والعمل معا لتوفير مستقبل أفضل. نحن في جايكا نمد يدنا للأجيال القادمة حاملين معنا 50 عاما من الامتنان. شكرا.